يا شيخ، انا والله عندنا عندي اخوي واد خالتي متزوج لي مرة وكان عايش معاها حياة سعيدة جدا. جاء واحد قريبنا بيستعمل السحر، قال لي زوجته غسلي لي مرة اخوه. البيت رفضت، قالت لي ما بغسل. لما قال لها ما بتغسلي، قال لها طيب انا ما بخليكي تقعدي معه بسحر بحق الله بأي حاجة، أنا بتصرف معاكي. قلت له جدا اتصرف الدائر وأنا الله قاعد. قال لا طيب أنا أديكي كلام من السبت للسبت، لو قعدتي أنا بقعد مع محلك. قلت له تمام. فعلا يوم السبت الجاي المرأة اتطلقت. اتطلقت كيف؟ راجلها كان بيتونس معاه هي وأولادها، جايبة منه طفل والتاني في الشارع. يلا يوم السبت ذاته كان خاش عليهم، كان يوم جمعة الساعة 12، أخذ لغم ده ما عدى دقيقتين. قام من النوم مهلوع، قال لا يا مرة قومي أنا طلقتك. الصباح لما صبح قال أنا ما عارف عملت الحاجة دي كيف. طيب أخونا ده جزاه الله خير بيسأل سؤال طيب جدا، اللي هو زوج وزوجة، ولما فيهم واحد بعدين جال الزوجة دي فطلب منها طلب والزوجة رفضت، بعد ذاك هددها انه بطلقها من زوجها، مش هو ده الحصل؟ ايوه. فهددها انه بطلقها شنو؟ من زوجها، اللي هو عن طريق السحر قال لها المهم. فهي قالت له وقال قالت له الله قاعد. وطبعا العبارة دي هي قصيدة خير، يعني الله بينجيني منك، لكن الله قاعد دي الزول ما يقولها، لأنه أنت ما بتصف الله بوصف إلا ما جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البيت اللي قالت الكلام دي طبعا قصيدة إنه الله شنو بينجيني منك، يعني قصيدة طيب، ما دي ما مشكلة، لكن اللفظ المهم الزول ما يقول. فقال عملت عمل لهم سحر، الراجل قام من الصباح بزع للمرأة قال لا أنت طالق. أيوة. ودي التالتة. بعد فترة الراجل قال والله انا ما الشغله دي بس حصلت كذا، انا ما قاصد ولا شنو، انا ما قاصد والشغله دي حصلت كذا، مش دي المساله. طيب المساله دي فيها ثلاثه فوائد، انا بوريك الجواب الشرعي وهل الطلاق ده بيقع ولا ما بيقع. لكن المساله دي فيها ثلاثه فوائد. الفائده الاولى فيها خطوره السحر، السحر والسحره والمشعوذين والدجالين، والآن ده شاهد عيان، الكلام ده ما حصل وفي الواقع، والسحر شغال. والسحر من آثاره هو على نوعين. السحر العلماء قالوا في سحر اسمه سحر العطف، وفي سحر اسمه سحر الصرف. سحر العطف ده يسوي لك سحر يخليك تريد فلان، سوي لك سحر خليك تريد فلان، زي السي بسووه مرات، واحد تلقاه بتاع الشاي في الشهداء وجنة تلقاه ساكن في الجرافة، ولك والله راصدة شفت إلا بس البيت دي والله عندها جنزبيل خطير جدا، وانت ما عارف الحاصل، وده ما جنزبيل في دراب تحت، انت ما جايب خبر والله. ديل السحرة ديل مجارمة يعملوا لك سحر والدوك له، ده اسمه سحر العطف. واصلا القلوب دي ما ماسكنا السحره، القلوب دي بيد منو؟ بيد الله تعالى. لكن الله جعل الكلام ده ابتلاء، جعله ابتلاء، وانا بوريك بعدين الحل شنو ان شاء الله تعالى. فده اسمه سحر العطف، مش بس بقول لك ده حجاب محبه، واحد يلبس له حجاب ويجي جنب البنات السلام عليكم اقول السلام كيف تمام الحمد لله الجو ظريف مش هاي ظريف، انت عارف الشارع ده فيه عشر، هاي فيه عشر، انت ها ساكن بعشر ولا جنو، انت مالك مال عشر، انت شغال في البيئه مالك مال عشر، والله طلحتك ظريفه والله انت بتعرف تطقمي تاعت بوتيك، انت مالك مالها تخش عليها، وانا قاعد في البلد دي انا بجي برغيكم الاثنين بخليكم تجروا اي واحد بالشارع، والله كلها لخبطه
ناس بتاع نوز يا اخي. واحد راكب في البص، انا بجيك للموضوع، واحد راكب في البص، البيت والولد راكبين قدام، هو بيحكي القصه دي، راكبين قدام هو راكب في الكرسي الاخير، مش الكرسي الاخير اعلى من باقي الكراسي تاع البص تاع السفر، هو راكب وديل قدامه، والبيت لا بتعرف الولد لا بيعرفها. وعشان تعرف الزول اللي بخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ما بجوز للمرأة تسافر برا. المهم البنت سافرت وده جنبه واحد مجرم، بعدين يعايل ليها ويشا بس ساكتة ويعايل ليها، والزول بيحكي القصة دي قاعد في المقعد الورا وهندل قصاده وشايفهم. بعد شوية ماشيين ماشيين بالقزاز، شافوا لهم عشر، بس لقاوا موضوع، اسمع شايف العشرة دي؟ هاي قالت له في منطقة في الخرطوم يسمى العشرة، وفي منطقة في الجزيرة يسمى بعشر، والعشر ده وخشلها في العشر دار دار. بعد شوية شالوا الرقم، بعد شو من العشر، شوف النازل بدأوا بالعشر، يعني بدأوا بمسكيت، أنا ما عارف كان عملوا شنو، خدشوا بالعشر بس. بعد شوية شال الرقم، قال بعد شوية بدوا يقربوا سوا زي المغناطيس، قال أنا توكلت، طبعا هو راكب فوق وانت تحت وهو فوق، قال توكلت بس عملت لك، قلت لك يا قال أدب تر، قال اديته قام طوالي زح بعيد. والله مجرم مجار ما زي ذيل. ففي سحر اسمه سحر العطف، وفي سحر تاني وده حرام، شرك بالله تمشي ليه ساحر، ده شرك بالله كفر. النوع الثاني سحر الصرف، وده الجفي سؤال أخينا ده جزاه الله خير، ده سحر الصرف ده بيخلي الزول يكره الزول السحره، حصل السحر بيناته بيخليه يكره. شكر رب العزة والجلال قال في القرآن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ده كفر، الله قال كذي في القرآن. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، المرء يعني الراجل وزوجه زي يعني زوجته. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلى آخر الآيات. فالزول ده قال لك عمل سحر للبيت دي وللولد داك، بعدين قام العريس قام وقال له من الصباح، قال طبعا مسحور، قال لا انت طالق. بعد فترة سألوه قال والله أنا ما قصدت الطلاق، ما عارف الشغلة دي حصلت كيف، وجاءوا ما عارف أنا حصلت كيف. فده هنا دي أول فائدة تعرف خطورة السحر والسحرة، دي فائدة وخدها. وما في ساحر بيقول لك أنا ساحر، في حرامي هسه بيقول لك أنا حرامي أعمل حسابك، في حرامي بيقول لك كذي ما في، لكن الساحر بيقول لك أنا ولي، أنا ولي وأنا الشيخ وأنا وأنا وأنا. الكتب جبتوها في كتاب اسمه الفيوضات الربانية كذا، يجيبوا على قلب يجيب الكتاب ده، ده ذي اللي بيتعاملوا بالشياطين ناس مجارمة، بعدين بجيك للمسألة وريك لها. لكن ما في ساحر بيقول لك أنا شنو أنا ساحر، لكن في النهاية بغشك. أيوة ذي في يدك ده جيبوا أمجد. شوف الكتاب ده اسم الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، وبعدين الكتاب ده دي شركة القدس للنشر والتوزيع، عشان ما يقول لك حرفته ما حرفته، كتاب بشركة وثمانية شارع جوهر الدراسة القاهرة، تلفون 25-93-205-7. في كلام تاني يا جماعة؟ طيب. المؤلف إسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري، طريقة اسمها القادرية، طرق دي كلها خليها أبقى بس مسلم مستقيم، ودي نصيحتنا لك لوجه الله تعالى. عن الكتاب ده صفحة 114.
ما في ساحر بيقول لك انا ساحر، لكن بيغشك لخبط لك يقول لك نحن ده نعمل للزول ده عمل، هو ده اسمه سحر في الشريعة. يقول لك عمل، جيب لنا ديك خصي. والله في كتاب اسمه الطبقات تعود ضيف الله، واحد مشى عنده خادم قال رايحة، قال خادم رايحة، وطالع السودان ما فيه، والآن كلام زي ده ما فيه والحمد لله، لا فيه المسائل دي انتهت، الناس دي كلها أحرار وكلها سواسية إلا بالدين. المهم قال لا أنا عندي كاتب كذب بتاع الكتاب، قال خادم رايح، قال له أحضر لي برمة مريسة، والله كاتبة كذب برمة مريسة، شفت تبي برومة بيك بيوديك محل ما بتعرف الحاصي ذاته، برمة برمة عديل، انت عارف البرمة دي قدر كيف؟ الجكس انت بتقدر تشربه بتاع عصير جك، برمة دي شي كبير، كان الدوكلي بتاع نشامة بتقدر تشربه، خلي بتاع لخبة مريزة. قال وبصلتين وديكا خصيا، والله كاتبين اكل في ديك خصي يا جماعة، الناس اللي بيجيبوا لك حاجات ذاتها تحيرك ذاته، ديك خصي وخروف عاقبه والديه وفار بضربه وكديسه متبرجه وسيوسيو زعلان، تبقى صوفي تصدق كلام ده كله. طيب قال صفحه 114، لا اوريك ديل بتاع اللخبه النازل، اوعك تبقى مع سحره ولا غيره، والله ما بجوز تمش له، ده كفر في الشريعه، تمش له يقول لك الرايحه هنا وبعمل لك كذي وبحوط لك كذي وبسوي لك كذي، ده هوس هوس والله الذي لا اله غيره. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم، ده ورد، قال اسمه ورد السريانية، حزب السريانية، قال بسم الله الرحمن الرحيم، اها اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلام سمح ولا كعب؟ مسمح، لكن تعال شوف اللخبطة. الله قال ولا تلبسوا الحق للباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال اللهم إنه ليس في الرياح مرة ولا في السحاب قطرة ولا في البرق لمعة ولا في الرعود زجرة ولا في العرش والكرسي شيء ولا في الملك آية إلا وهي لك أهل شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب الأرضين والسماوات كاشف الكروب علام الغيوب ومخرج الحبوب ومسخر القلوب لمن كان مهجورا حتى يعود محبوبا. لحد هنا الكلام مش مفهوم؟ تعال شوف اللخبة بعدها، قال حتى يعود محبوبا بهبوب هبوب، بدالك بهبوب الكتاحة جاية ورا، قال بهبوب هبوب بلطف خفي، يا الله يا الله يا الله، بصعصع صعصع والبهاء والنور التام، بسهسهوب سهسهوب ذي العز الشامخ بطهطهوب لهوب، يا الله يا الله يا الله، حم حم كهوب كهوب الذي سخر كل شيء. انت فاهم شيء؟ سهسهوب ده شنو يا جماعة؟ وكهوب ده شنو؟ وطهطهوب ده شنو؟ ولهوب ده شنو؟ انا دار عارف كلام ده مش لخبطة، فأي زول بتاع لخبطة ده تخطاو. طيب ما شاء الله جدا، قال لك الزول ده عمل لهم سحر، لما الراجل قام الصباح قال لا انت طالب، بعد فترة سألوه قال والله أنا ما قصدت، ما عارف الشغلة دي مرقت كيف، هنا الطلاق ما بقى. الزول لما يقول لفظة وما قاصدها ما قاصدها الطلاق شنو؟ ما بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره. زي السيزول قال لي مرته، ده الراجح من أقوال العلماء، ده الراجح، زول قال لي مرته إن مشيت بيت أهلك إنت طالق، هو ما قصده يطلقها لكن قصده يخوفها، بعدين هي مشت بيت شنو؟ أهله، دين الطلقة ما هو ما قصد الطلاق، هنا الطلقة ما بتقع لكن بكفر كفارة شنو؟ كفارة يمين، اللي هي زي كفارة الزول الحلف وخالف الشيء الحلف فيه، الحلف من أجله الذي حلف يعني له، عرفت المسألة؟ فإن الطلاق ما بقع طالما هو ما كان عقله معه وما كان مجمع وما كان ناوي، زي الزول من شدة الغضب
وده نوع من الغضب. الغضب ثلاث أنواع. في نوع اسمه الإغلاق. الإغلاق ده قال ابن عثيمين أن لا يعرف أهو في السماء أم في الأرض، يعني من شدة الغضب ما بكون شايف أي شيء. مش في ناس بيصلوا مرحلة زي دي ما شايف أي شيء، بس قدامه بس داري تزيح منه بس طالق ولا واحد. تعرف قال لي، قلت لي مرتي والله في الجزيرة، قال لي قلت لي مرتي في رفاعة وجاء لي مناسبة، قال لي زعلت منها؟ قلت لي اسمعي انت طالق 10 طلقات، ثلاثة ديل حقاتك و7 خطين في جيبك، قدر ما تتذكريني طلعي واحد. قال لي بس قول لي غضبان كيف حالك؟ زعلان منا زعل. قال لها الثلاثة بقى عن، قلت لها العشرة ديل ما بقى إلا واحد بس. 10 غسلوا دي طلقة ولا شوالات سكر انت مديها 10 تب، وما في الشريعة ذاته ما 10. قال لي قلت لها والله 10، ثلاثة حقاتك و7 قدر ما تتذكري ولا كذي طلع لك واحد. قال لي من جيبي خطين في جيبك. فطلع طلاق الزول اللي بيقوله وعقله ما معاو، ذا الطلاق ما بقع، لكن بعد ذاك بيكفر كفارة شنو؟ كفارة يمين، اللي هو إضعام 10 مساكين. ما قدر إكسون، وس الكسوة بقت في البلد دي أغلى من الطعام، صح ولا ما صح؟ الهدوم أغلى من الأكل. ما قدرت تقوم تصوم شنو؟ 3 يوم. فهو بعد ذاك المرة ترجع له. الحاجة الثالثة، الفائدة الثالثة، الواجب عليهم زي ديل احذروا من الزول ده، لأنه ده زول مجرم. والحاجة اللي بعدها يتحصنوا. شفت زول بيقول الأذكار ده ما في زول بيقدر عليهم والله. هسيت الصباح مما تصبح تقول أذكار الصباح والمساء، آية الكرسي وقل والله 3 مرات والمعوذتين 3 مرات بعد الصبح، وتقول الأذكار المعروفة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات أذكار الصباح والمساء تقولها. تاني لا ساحر بيقدر عليك، لا شيطان، لا جان، لا غيره. وتقرأ سورة البقرة دي بتزيح السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. السحرة ما بيقدروا عليه سورة شنو؟ البقرة. فهذه تتحصن وتقرأ القرآن إن شاء الله. تاني ما في ساحر بيضرك. ده الجواب على سؤال الأخ.